دلوقتي فقره خانه اليك يا منى. ايه بقى؟ وهتستحمليني شويه في الفقره دي، معلش انا بحبك والله مال. ولما قعدت معاكي حبيتك اكتر، بس انتي هتستحمليني في الفقره دي. تمام؟ طب حاجه هتضايقني؟ انا ما احبش اضايقك ابدا، وخلينا حتى لو حاجه تضايق احنا جايين نوضح. طيب بس إيش. يعني خلينا ناخدها من المبدا ده. طيب قلتي على ياسمين صبري قبل كده انها سيده جميله ولكن ممثله ضعيفه. تعالوا نشوف الفيديو. طيب ياسمين ليها ظروف خاصه، انه ممكن تكون جوزها بينتج لها على حسب. ومي عمر زوجها مي بتشتغل بقالها فتره على فكره. اها. يعني مي بتشتغل من مسلسل الاسطوره تقريبا، واشتغلت مع استاذ عادل امام بره. يعني استاذ محمد سامي، لو ما كان زوجها ينتج لها ما توصل لهي المرحله. ياسمين اشتغلت حاجات كتيره قبل كده، بس لو مش كتير. لو زوجها ما ينتج لها ما تكون بهاي المكانه بصراحه. ارجوك. انا بالنسبه لي بشوف ياسمين انها ست جميله ولكن ممثله ضعيفه. قلتي على ياسمين صبري انها سيده جميله ولكن ممثله ضعيفه. لسه عند رايك؟ اه. ليه بتشوفي كده؟ بصي هي حلوه فعلا زي القمر. هي ست جميله طبعا، حلوه حقيقي. ومحدش يختلف عليها ابدا، وشيك كلاس كل حاجه، بس التمثيل عايز موهبه، ولو انا ما عنديش موهبه يبقى ادرسه، مش عيب. ممكن النهارده انا اكون لسه بادئه بس ما بعرفش امثل، بس ما ينفعش اعمل بطوله. لان القماشه بتبقى واسعه على البني ادم، هو كده. فاذا انا عايزه امثل وابقى نجمه وابقى نمبر 1 زي ما هي عايزه تبقى بطله، اشتغلي على نفسك علشان ما حدش يعلق عليك. ذاتس ات. هي ممكن تكون ممثله جيده ولكن مش ممثله موهوبه. ايه الفرق ما بين الممثله الجيده والممثله الموهوبه؟ الموهوبه دي بتلاقيها تلقائي، بتمثل طبيعي، بتبقى كانك ما تعرفيش دي بتمثل ولا ده حقيقي. الجيده يعني ممكن تقول. بس انت قلتي انها ممثله ضعيفه. ايوه ما هي مش جيدة. لانه بقول لك ممكن. ازاي خدت اطوار بطوله؟ دي ما تسالينيش انا بقى، انا دي ما اعرفهاش. انت في المجال وفي المهنه؟ لا انا ما اعرفش الديتيلز، انا ما اعرفش. ها. ولكن انا ما غلطتش فيها كشخص. هي لا ست جميله وشيك وكلاس وبتشرف مصر دلوقتي، بتروح تعمل حاجات كتير قوي بره، وبتعمل فوتو سيشن لحاجات مهمه. حلو، هي كوجه حلو جدا. قصدك ان هي موديل؟ موديل حلوه طبعا. اكتر من ان هي ممثله؟ مش هقول لك اكتر من ان هي ممثله، ممكن تكون ممثله. هي كانت عامله دور حلو جدا في الاسطوره. في الاسطوره. تقريبا. خلي بالك برضو ان محمد سامي مخرج مش سهل. طبعا مخرج بيعرف يطلع من الشخص اللي قدامه. بصي لو واحد ما بيعرفش يقول كلمه هيخليه بيعرف يقول. محمد سامي فنان كبير. محمد سامي بصي مخرج عظيم جدا. وانتي مغمض بدون كلام. طبعا. وكل النجوم بتتمنى تشتغل مع طبعًا. محمد سامي عشان عارفين ان هو هيطلع احسن. طبعا مديهم. طبعا. وهيطلعهم بوجه جديد طبعًا. الناس مش واخده عليه. طبعا. بصي كل من اشتغل مع محمد سامي كسب، بس صعب انك تعرفي تحافظي. يعني هي جات لها فعلا فرصه حلوه قوي، مسلسل كبير ونجم كبير تمام. بس ما استغلتهاش مظبوط. يعني انا المفروض انا بشتغل مع مخرج كبير. هي خسرت محمد سامي اكيد طبعا. جالك دور مع ياسمين صبري مثلا، نفترض في العالم الافتراضي، اسم مين يتحط الاول على التتر؟ تقبلي ان اسمك يتحط تحت ياسمين صبري؟ لا خالص. صعبه دي. صعبه. انت اقدم طبعا، اقوى طبعا كممثله، تقدري تعملي ادوار مركبه. شوفي انا ما اقدرش اقول على نفسي ان انا هايله، ولا اقدر اقول على نفسي ان انا كذا وان انا كذا. ما حدش بيشكر في نفسه. بس كل واحد عارف مقدرته وعارف هو قادر يعمل ايه وما يقدرش يعمل.